ساتر، الشباك جاي بصهد، جو حر نار يا عادل. بالعكس انا شايف النهارده الجو الحمد لله ما شاء الله، يعني جو زي الفل النهارده. درجه الحراره ارتفعت جدا 70 فهرس نايل. اي كلام بتقوليه في اي حته وخلاص. فهرس نايل اسمها فهرس تايل يا ماما. انت عارف لو درجه الحراره ارتفعت عن 70 الناس ممكن تسيح، زي ما حصلت الحادثه دي قبل كده في البلد الاوروبي اللي اسمه ايسلاند. طب انت عارفه اصلا ايسلاند دي يعني ايه؟ ملهاش معنى طبعا. يعني هي مصر ليها معنى؟ يا نهار اسوح، طبعا ليها معنى. مصر ام الدنيا معروفه قوي، لكن ايسلاند دي بقى اساسا اسمها ايسلاند ترجمه لارض التلج. معقوله الناس تسيح فيها؟ انت عارف اكتر حاجه بتنرفزني فيك ان انت بتفتي وانت مش فاهم حاجه اصلا. ايسلاند دي سموها ايسلاند علشان الناس كانت بتسيح في الحادثه الفظيعه، والناس هناك كان نفسها يبقى بلدها فيها تلج فسموها ايسلاند. يعني ايه اسمها ايسلاند بعد الحادثه؟ منك لله يا رمزي، بوظت الحيله كلها. عادل انا ماليش دعوه، انا مش هعيش من غير تكييف في البيت. تكييف؟ وانا اجيب لك تكييف منين؟ اجيب لك فلوسه منين؟ يا سيدي ده ام ميرفت جابت تالت تكييف ليها على التوالي. ايه ده، ام ميرفت بقت هاتريك؟ جابت واحد في الصاله وواحد في اوضه النوم. اكيد التالت جه في العارضه بقى. لا التالت في الحمام. ايه ده، ما حطيتش واحد كمان في البلكونه؟ حد في الدنيا يحط التكييف في البلكونه؟ يا عم مدام ربنا كريمها الحمد لله بتلات مكيفات، تحط واحد في البلكونه تجيب تروى للناس اللي ماشيه في الشارع عادي يعني. وبقى يا عادل انا ماليش دعوه، العماره اللي احنا ساكنين فيها بظت لبره من كتر التكييفات اللي فيها، الا شقتنا الشقه الوحيده اللي لسه ما بظتش عشان ما فيهاش تكييف. بص يا رانيا يا حبيبتي، احنا شقتنا باظه لجوه الحمد لله من كتر الناس اللي فيها. وبصي بقى يا رانيا، بعد كده مش هجيب اي تكييفات لان التكييفات دي بتكلفنا كهربا كتير، كفايه قوي ان الزباله على الكهربا، هنعمل كمان التكييفات على الكهربا. يا الكهربا هتستحمل ايه ولا ايه؟ بصي يا رانيا، درجه الحراره البارده بتقلل طاقه النكت والهرت والخناق بين الافراد في البيت، عشان كده لو تلاحظ ان احنا في الشتاء خناقاتنا بتقل بشكل ملحوظ جدا صدقني. خلاص يا حبيبتي اوعدك ان شاء الله الشتاء اللي جاي اخلي خناقاتنا زياده باذن الله. على فكره بقى الكلام ده اللي قالته البحوثات الاخرانيه. سامح عبد الرازق الشهير بسامح فريون، مندوب شركه ايلاند للمكيفات. مكيفات؟ ايه ده يا عادل، هو الكيف بقى يتباع علني كده خلاص؟ بس يا احب حضرتك اخد فكره عن الاسعار. عندنا ثلاث احجام، حجم صغير، حجم متوسط، وحجم كبير. على اساس ان، طب ما عندكوش يعني على طول بقى متوسط صغير كبير؟ والله في كل الاحجام. ايه يا عادل في كل الاحجام؟ انت عايز الحاجه دي لمين؟ لرانيا يا سيدي. رانيا؟ يا خبر ابيض. طب وياسمين بنتكو؟ ياسمين بنتكو مش خايف عليها يا عادل؟ وده حصل من امتى ده؟ امبارح قالت لي خلاص مش قادر اعيش من غيره. ده كله من اصحاب السوق. انت هتقول لي قعدت مع جارتنا لقيتها مبسوطه بالمكيف عايزه تقلدها. من اهم مميزات مكيفاتنا انك هتحس انك قاعد طبيعي، مفيش اي تغيير في الجو حواليك، وطبعا هتبقى مبسوط. اكيد طبعا اكيد هبقى مبسوط. اهم حاجه انا عايز بس حضرتك يعني ايه، حاجه سعرها مهاوي. ايه ده ايه ده ايه ده عادل، ده وعايز تبقى مبسوط انت كمان؟ عايز يا عادل وفيها ايه يا ابني، المكيفات بقت ماليه البيوت كلها وخصوصا البيوت المحترمه. المحترمه؟ يا خبر ابيض، وكل السنين دي كلها وانا فاكر الاحترام غلط؟ ده انا على كده بقى واطي. انت من غير كل السنين دي كلها انت واطي يا رمزي. ايوه ما تندهش، انت واطي. المهم حضرتك يعني اخد فكره بقى عن الاسعار. ده حسب النوع، في عندك الياباني والصيني والامريكاني، بس الاقوى الالماني. لا لا لا، ده حضرتك كده يعني شكلك كده يا تلموس، لان اجمد حاجه المغربي وبيجي بعد كده البلدي. يخرب بيتك، مغربي ايه ولبناني ايه؟ انت عايز تسلمنا يا اطلع بره اطلع بره بره. والله لا بلغ عنك. انا اسف جدا حضرتك للي حصل ده يعني. لا ابدا مفيش حاجه. طب حضرتك نظام التقسيط عندكم ايه؟ اتفضل. في عندنا قسط على 3 سنين، وقسط على 5 سنين، وقسط على 10 سنين. يا 3 سنين هيبقى صعب بالنسبه لي، 5 سنين برضو هتبقى مشكله، بس ما عندكوش بقى على 10 سنين؟ ايه ده؟ ده اكيد الراجل بتاع التكييف. التكييف جه؟ التكييف جه؟
مساء الخير. اهلا وسهلا يا باشمهندس، كلنا في انتظارك، اتفضل. من هنا يا باشمهندس، من هنا. ثانية واحدة يا اسطى، من هنا، اتفضل تعالى معايا، أصل أنا مامتي ضغطها عالي وبتتحرك بسرعة وبتسيح مننا، فأنا عشان التكييف لازم يدخل لها أوضتها، اتفضلوا. لا لا لا، استنى استنى أنت وهو، استنى استنى يا باشمهندس، إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوليه ده؟ اسمعوا بقى كلكم، الأوضة دي من فضلك يا باشمهندس، الأوضة دي الوحيدة اللي ما فيهاش شباك، وأنا خسيت النص أنا وولادي من كتر ما أنا في ساونا ما أقدرش. ساونا؟ هو أنت تخنتي وربربتي يا حبيبتي لما جيتي نمتي عندنا وكلتي عندنا؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انتوا بتسمعوا كلامها؟ انتوا رايحين فين؟ تعالوا من هنا، التكييف ده جابه ابني حبيبي عادل، مش كده؟ طبعا يا ماما طبعا، اكيد يعني، ده انا جايبهولك مخصوص عشان لما تيجي تزورينا باذن الله اشغلهولك، اتفضل يا باشمهندس. ايه ده؟ مستخسر فيا حته التكييف؟ لا يا ماما طبعا معقوله، مفيش حاجه تغلى عليك، ان شاء الله اول ما اخلص قسطه هجيب لك واحد جديد. امتى يا عادل؟ مفيش، كمان 10 سنين على طول. بعد 10 سنين يا بابا اكون اتجوزت واخلي جوزي يجيب التكييف يحط في اوضه تيتا. ايه ده؟ ده على اساس ان انت هتجيبي جوزك يقعد معانا هو الاخر ولا ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس، احنا تعبنا ونفسنا اتقطع من الوقفه، يا ريت تتفقوا وتخلصونا، هنحط التكييف فين؟ اسمع كلامي وخش على الاوضه دي واتكل على الله. يلا يا باشمهندس يلا. بحسره قلبي على نفسي مفيش حد واقف جنبي. معلش يا مامتي حبيبتي ما تزعليش، هديكي الهوايه، اقول لك هخصص لك كل يوم ساعه جوه في التكييف. اسمعوا يا جماعه، احنا دايما بنمر بالموقف ده ومع الخبره عرفنا الحل، والحل سهل وبسيط. يا سلام، يعني الشيلن ده هو اللي هيسقع علينا الشقه كلها؟ احنا هنعمل قرعه وهي اللي هتحدد مين اللي هياخد تكييف. انا اختار الملك. وانا اخترت الكتابه. وانا ايه لو اتعلق في الهوا يبقى انا اللي كسبت ولا ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك يا باشمهندس، ما عندكش شيلن بثلاث وشوش؟ انت فاكرني حاوي؟ لا 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 لا، موضوع القرعه ده ما ينفعش اصلا، ده كلام فاضي. ايه اللي كلام فاضي؟ موضوع القرعه ده، موضوع القرعه ده بيحل مشاكل كتير. اتفضل يا باشمهندس شوف شغلك. طب نيجي بكره يمكن تكونوا اتفقتوا. عارف لو جيت حضرتك بعد 10 سنين بعد ما اخلص القسط هتلاقينا واقفين نفس الوقفه. انتوا مالكوش غير اقتراح الشيل. وهو ازاي بس هيفضل متعلق في الهواء يا عادل؟ استني بس يا رانيا. اتفضل يا باشمهندس. الشيل ما نزلش يا جماعه، اتعلق في النجفه. بتبركلي على ايه يا عبيطه؟ ما انت بتنامي معانا في نفس الاوضه. لا، وانا هنام مع بابا وماما في الاوضه. بصي يا حبيبتي، مش هينفع تنامي معانا في اوضتنا انا وماما، عشان انت من صغرك ما تعودتيش ان انت تنامي في التكييف، ممكن تعي. سلام. هموت من البرد. بردان قوي يا عادل، متلجه متلجه. بقول لك ايه، ما بالريموت من عندك ده اهو، حاولي توطي التكييف ولا اعملي اي حاجه. وطيته كذا مره مش عايز يوطى، مش عارفه الريموت ماله، عمال يعلق زي ما يكون راكبه عفريت. طب ما تحاولي تطفيه خالص، تطفيه خالص. ما تحاولش ما تحاولش، ما فيش فايده، مفيش حل غير ان انت تطلع تقفل سكينه الكهرباء من بره. معقول يا ناس الواحد يبقى متلج كده في عز الولعه؟ كلم الزفت اللي انت جبت منه التكييف ده يجي يصلحه. ما بحاول اكلمه، اول ما لقيت التكييف هبل كده والراجل قافل موبايله، وقعدت تقولي بس ايسلاند ايسلاند، او بقينا في ايس هوم اهو. مش وقته دلوقتي، احنا هنعمل ايه؟ هننام ازاي في الايس روم دي؟ قومي هات البطاطين هات البطاطين هات البطاطين بسرعه 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 بسرعه. قاعدين في التكييف متهنيين. يا بختيهم، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. قاعدين في التكييف متهنيين، واحنا قاعدين هنا ميتين من الحر. بعد ما رضعنا وكبرنا وجوزنا يرمونا الرميه دي. لا لا، بقول لك ايه، ما تلوميش بنتي ابدا، الركع على الراجل هو المسؤول. لا يا اختي، تلاقي بنتك هي اللي وزته وكلت دماغه. وبعدين يا انعام انا زعلانه، احنا هنفضل قاعدين كده حرانين وساكتين ومذلولين؟ بقول لك ايه، تيجي ندعي على التكييف؟ فكره. يا رب التكييف يبوظ، يا رب يا رب التكييف يبوظ ويتحر، يا رب يا رب. امين. الحمد لله الحمد لله انا دعيت.
انعام انا زهقانه وحرانه وقرفانه ومش قادره اسكت. طب بقول لك ايه، تيجي نشتمهم من ورا الباب؟ اه نشتمهم بس بهدى، لو شتمناهم برضو مش هيطفي نارنا. واحنا مش ناقصين نار وحر. انعام بقول لك ايه، تيجي انا وانتي نشتري تكييف. وهنجيب فلوسه منين؟ فلوس ايه، احنا مش محتاجين الفلوس، احنا نشتريه بالتقسيط. ايوه انتي تدفعي نص القسط وانا ادفع نص القسط. اوكي متفقين. ايه الحر اللي هجم مره واحده ده؟ الله لا 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 لا، معقوله مع التكييف والواحد يعرق كده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انا حاسس ان انا عطشان وفي سراب في الاوضه. التكييف ده بارد. التكييف ده ايه بقى؟ حله الوحيد ان هو يترمي بقى، ولا نعمل فيه ايه؟ انا كرهت التكييف، ما كنا قاعدين من غير تكييف. حبيتك بص يا حماتي، احنا بعد ما قضينا ليله انا ورانيا في التكييف الهايل يعني، اكتشفنا ان احنا هنبقى انانيين جدا يعني لو عشنا طول عمرنا في التكييف، ففكرنا ان حضرتك انت ونجلاء يعني تبيتوا النهارده مكاننا بقى وتستمتعوا بالتكييف، وانا ورانيا نقعد في اوضتكم شويه. يا حبيبي يا عادل، انا فعلا طول عمري بقول ان انت حنين علينا. يا سلام يا عادل، بتبدي حماتك عن امك. طبعا حماته واكل عقله بالتكييف يا ماما، خليها تنفعه. واحنا ما نقدرش على زعل حضرتك ابدا يا حماتي يا حبيبتي عينيا. والله شوفي، والله ما حد نايم في الاوضه غير حضرتك. هو احنا هنا غير انتي؟ كده يلا يا سناء، يلا ننام في التكييف. يلا ماما بلاش يا ماما، انت مش حمل بهدله. انا الاوضه دي مش هدخلها خالص. ليه بس كده يا طنط؟ ما دام ما جاتش من ابني يبقى ما تلزمنيش. شفتي يا انعام يا حبيبتي، ادي اخرتها، او احنا نربي ونكبر ونتعب فيهم وفي الاخر مش عايزيننا نخش نتهنى بتكييف شويه. ماما بصي يا ماما، بجد الاحسن لك ان انت تباتي ليله في تخشيبه وما تباتيش ساعه واحده بس في التكييف. بقول لك ايه يا مجيده يا اختي، احنا نعمل زي ما اتفقنا، نشتري تكييف شرك، انت تباتي فيه يوم انت ونجلاء، وانا وبنتي حبيبتي يوم. انا ما عنديش مانع وموافقه. طب يا جماعه، ما دام اصرتوا ان انتوا تشتروا تكييف، بلاش تجيبوا من الواد سامح النصاب الطويل ده. شوف الخبز واللقم، شوف الخبز واللقم بتاع ابنك، انت مخلفاه ازاي ده؟ عايز يتبسط هو في التكييف واحنا لا. والله فكره سناء، ايه رايك يا سناء تيجي انت تبات النهارده في التكييف؟ لا يا اخويا لا. لا انا هبات في التكييف بتاع مامتي. صح يا ماما؟ صح يا حبيبتي. اخش بقى انام انا جوه في التكييف. رانيا ما تخشي تشوفي لنا الجو كده، صيف ولا شتاء؟ السلام عليكم. ازيك يا رانيا؟ ايه اللي مقعدك لوحدك هنا؟ مش قاعده جوه في التكييف ليه؟ الا الاقساط صحيح اخبارها ايه؟ خريف، والصبح كانت بتمطر. بتمطر؟ اكيد التكييف كان بينقط. مالت له 4 جرادل. يا نهار ابيض. طب وبقيه الناس فين؟ قاعدين جوه في التكييف. معقوله يا رانيا؟ ده زمانهم دلوقتي ساحوا او اتجمدوا او ما شوفوا. استنى بس يا عادل، دول قاعدين في الاوضه دي، اصلهم جابوا تكييف جديد. ايه تكييف جديد؟ طب ليه خليتيهم يجيبوا من سامح النصاب ده بس؟ ما هم ما جابوش من سامح النصاب، جابوا من واحد من طرف سناء. مبروك التكييف يا سناء. الله يبارك فيك يا عادل، عشان الناس اللي كانت بتتنطط امبارح يتبطوا ويسكتوا. و
جبتيه بكام بقى التكييف ده يا سناء أمك؟ على 15 جنيه كل شهر، على 20 سنة هبقى سدده من المعاش إن شاء الله. طب بس أكيد يعني خد منك فلوس كتير أوي في تركيب. أبداً ولا مليم يا عادل، أصله معرفة. وشغال كويس؟ زي الفل. سناء يا حبيبتي، والنبي خديني أبيت معاكي النهارده في التكييف. بقول لك إيه يا رانيا، ما تشغلوا تكييف أوضتكم. أنتِ ليه يا حبيبتي تستخسري في نفسك؟ هل لما ندفع معاكم الفاتورة بالنص ما تقلقيش؟ شيلي إيدك. عادل ماليش دعوة، اتصرف. أنا هفطس حسيح يا عادل، كلم اللي اسمه سامح ده. ما أنا بحاول أكلمه. أيوه. دول حبيبي دول. عايز إيه؟ إيه يا دولا؟ بص بقى يا عم، إحنا الحال في البازار واقف بينا خالص بسبب الحر اللي إحنا فيه ده، فأنا ولا في بيع يا عم ولا شراء يا عم. بص، فقلت بقى أنا فكرت يعني قلت أروح عند دولا حبيبي أقعد عنده في التكييف ولا حاجة ساعتين ثلاثة كده لبكرة الصبح. من عينيا يا كبير، من عينيا. يا سلام، وأنا أفديك الساعة أما أنت تجيلي عشان تقعد عندي في التكييف. ده اليوم اللي انا بتمناه. ده انت مش بس صاحبي، ده انت ابن عم، يعني ولود عم. ولود عم؟ اصيل اصيل يا دولا. وبعدين ده انت افضلك كتير قوي عليا، ده انت يعني لولا ذكائك ما كنتش هبقى في التقدم اللي انا فيه لدرجه ان انا اجيب تكييف اوضه النوم. انت يا ابني ربنا بيحبك، انك يعني ربنا رزقك بواحد زي كده. ربنا يخليك يا دولا، اخيرا عرفتوا فضلكوا عليا. هما فضلنا عليك عارفينه طبعا. يا سلام، اتفضل اقعد. وكمان ايه، هقفل عليك الباب من بره عشان محدش يزعجك، وتعتبر نفسك يا عم النهارده اجازه، النهارده عيد التكييف الدولي. ربنا يخليك يا دولا. لا مش لدرجه بوس. اتفضل خليك. اتفضل. انا والله مش عارف اقول لك ايه. لا ما تقولش، خش بس. هي دي الاوضه؟ ايوه خش. بس كده دلوقتي احس ان الفلوس ما راحتش في الهواء. عليك يا عادل، ايه اللي انت عملته ده؟ انت عارف انت عملت ايه؟ حرام عليك يا عادل. سيبيه، خليني اخلص شويه من اللي بيعمله فيا. يا دولا، يا دولا، افتح الباب يا دولا. انا مش عارف انا حران ولا بردان ولا ايه بالظبط. يا عادل حرام عليك، يا عادل حرام عليك، هتموته يا عادل، هيسيح. سيبيه سيح. يا عارفه اللبن بيعقموه ازاي؟ ازاي؟ بيقوموا مدخلينه على سخن، وبعدين يطلعوه على سائع، وبعدين يدخلوه على سخن، وبعدين يطلعوه على سائع، لغايه اما يتبستر. انا عايزه بقى ايه، يطلع لي لبن زبادي. اتفضل. السعادة. ماشي، سلمنا على المعلم. يا وصلنا. اهلا اهلا يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ انا لسه جاي من البيت دلوقتي يا استاذ عادل، وكشفت على التكييف. اخباره ايه بقى؟ التكييف بايظ. طب ما انا عارف ان هو بايظ، يعني بايظ من ايه حضرتك؟ نتيجه سوء الاستخدام، وده واضح من الريموت، وبعدين كان شغال طول اليوم. ما حضرتك تكييف لازم يبقى شغال طول اليوم. ايوه بس مش حبه سخن وحبه سائح، وبعدين في كتالوج بيوضح ازاي تستعمل الجهاز. ايوه ما حضرتك، انا شفت الكتالوج، الكتالوج مكتوب بالصيني. طب وايه ذنب الشركه اذا كنت حضرتك ما بتعرفش تتكلم صيني؟ يا سلام، يعني انا لازم اخد كورس صيني قبل ما اشتري المكيفات بتاعتكم؟ اللي عايز يحافظ على الجهاز بتاعه لازم يعمل كده. ايوه يعني ايه ده؟ اتفضل حبيبي، اتفضل اتفضل حبيبي. هذه ضحية من ضحايا التكييف بتاعته. اهو اتفضل. له فاهم هو حران ولا سقعان؟ ده تحاول يا نهار اسواح. نعمل له ايه دلوقتي؟ نعمل ايه حضرتك؟ ارميه وهات واحد تاني. ارميه؟ والله فعلا حتى لو رميته وما جبتش واحد تاني انا كسبان برضه. الشركة عندنا عاملة عروض جديدة، تدفع 19 جنيه قسط على 20 سنة. لا يا دولا، دولا اهو يا ابني. دولا دولا، اوعى تدفع ولا مليم. احنا محتاجين فلوس عشان تعالجني بيها. تعالجك بيها؟ الشركه عندنا عامله عروض علاج ضد امراض التكييف وبالتقسيط برضو. والله صعبان عليا يا ابني برضو. طيب بكام القسط بتاع العلاج ده؟ 50 جنيه في الشهر على 20 سنه. عالجني يا عادل. عالجك ايه؟ عالجك ايه؟ بيقول لك 50 جنيه في الشهر على 20 سنه، يعني اقعد اعالج فيك 20 سنه؟ لا حضرتك، الاقتراح بتاعك النرمي ده افضل كتير جدا. هات لنا بقى تكييفين من ابو 19.
عالجني يا دولا عالجني. استنى يا ابني اعالج فيك ايه؟ اعالج حولك ولا هبلك ولا عبطك؟ لا 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 نرمي روح ارمي نفسك قدام اي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي عادي. يا سلام، وانا هبقى احن عليك من الحكومه.